قناة صلاح الدين تبارك للعراقيين وشعوب العالم حلول العام الميلادي الجديد، احتفالات مبكرة من الشرقاط إلى بلد. السوداني يوجه لفتح تحقيق بالاعتداء على مصيف صلاح الدين في أربيل، وخبراء يصفونه باستهداف سياسي يتخطى البعد الأمني. المفوضية تباشر إرسال نتائج الطعون للهيئة القضائية، والبيت السياسي الشيعي يخطط لمنح الصدر عددا من محافظي الوسط والجنوب. المحاضرون المجانيون في صلاح الدين يطالبون الحكومة تثبيتهم على الملاك الدائم. السرايا تطيح بأحد قادة ذات الصواري الداعشية.